طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بكم في مقركم هذا الذي هو غدنا عليه كثير، وللأسف جائحة كورونا، مسائل شخصية، مسائل خارجة عن الإرادة ديال الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الانتخابات مرت انتهت في أجواء سليمة، كانت بدأت مع الأسف الشديد في أجواء جد بناءة وروح رياضية، ولكن في الأخير يعني وقعت بلبلة من طرف المكتب اللي كان في الرئاسة ديال النادي، وعندما لاحظوا بأن شعبيتهم قد سقطت غادروا المكان بدون أي سبب، يعني سبب ذو وزن. ولذا احنا نأسف، الحمد لله ربحنا الانتخابات، غنشوفوا ما سيؤول إليه الأمر الآن. وكنتأسوا بزاف من هذه الحالة، خصنا تكون عندنا روح رياضية ونقبلوا بالخسارة وما قبلوش عليها. أنا كنظن حتى أنهم مقدامين في الحكم في الرئاسة هنايا، وخصهم يدوموا أكثر من 20 سنة وما كيسيروا المكتب هنايا. عمر شي لائحة ما وجهتهم، هذه اللائحة الأولى اللي هي مركزة ومركبة، يعني تركيب علمي تقريبا، والناس كفاءات فيها تبارك الله، وكاملين يعني يمارسون البحر إلى آخره، فهمتي. ولهذا نأسف، مع الأسف هذا النص فيه شوية واحد النوع ديال الحزن لما آل إليه هذا الجمع العام، ولكن مع الأسف الشديد هذا الإنسان هذا حاله. كنت مسؤول على الأنشطة الرياضية المائية، إذا بحيث أنا كنت مكلف بالرياضيات بالسباقات، حق ديما كنا كنعملوهم على بازا في طنجة. ما كاين حتى شي المكتب اللي ما حنا كنا هنايا ما كايناش أنشطة، من 22 سنة هما شادين الرئاسة ما كايناش الأنشطة. اليوم دوزنا انتخابات شرعية ديال الجمع العادي الانتخابي، كنتفاجئوا رغم أن الإخوان كل شيء دوزنا التقرير المالي التقرير الأدبي بالإجماع، صوتنا على طريقة التصويت هذيك إلى آخره، كل شيء داز معاوط. هما شافوا بأن الناس اللي طلبوا التصويت السري كثر بزاف من الناس اللي طلبوا، وفهموا ديك الساعة بأن حنا عندنا الأغلبية وسط القاعة. ديك الساعة ممثل السلطة ناض غادر القاعة، ما فهمناش علاش كينوض معاه الكوميتي، أصلا راه كلشي مصور، راه الكذوب على الميتين. أما داك الشيء اللي مصور والصحافة حاضرة الحمد لله بكثرة، وحنا في العهد ديال الديمقراطية والعهد ديال الدولة ديال المؤسسات ما بقاش عندنا هادشي. وحنا كنتفاجئوا بأن رجعنا للسبعينات والستينات وديك الشيء. يتشرف رئيس جمعية النادي الملكي للزوارق الشرعية بطنجة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب والمنخرطين والممارسين، وهم يبشرون مرحلة انتخابية جديدة في عملهم الجمعوي الرياضي بانتخاب هياكل جديدة بكل شفافية وديمقراطية وبوعي وإخلاص.